السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة إن شاء الله بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت برايمري 2 أو الصف الثاني الابتدائي ترم 1 الترم الأول. النهاردة هنبدأ مع بعض نشرح يونت 2. يونت 2 أو الوحدة الثانية ماي بادي. ماي بادي يعني جسمي، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. يونت 2 يا أصحابي أو الوحدة التانية بتكلمنا عن أجزاء الجسم المختلفة الخاصة بينا والخاصة كمان بالحيوانات وبالطيور. فماي بودي، ماي يعني ملكي، أي حاجة ملكي أي حاجة خاصة بيا بقول عليها ماي، ماي يعني ملكي. وبادي، بادي يعني جسم، ماي بادي يعني جسمي. صديقتنا النحلة النشيطة بيزي بي بتقول لنا هنا look, انظر, listen, استمع, and find, and find واوجد. look, listen, and find. فهنا أصدقائنا موجودين حوالين، واقفين حوالين مس منى صديقتنا مس التيتشر بتاعهم، وقدامهم بعض الصور متعلقة وهم بيتكلموا عن الصور دي. فهنا صديقتنا بتقول look انظر it's a bird it's a bird إنه طائر. look انظر it's a bird it's a bird إنه طائر. it has it has إنه لديه إنه يملك two legs two legs يعني قدمين يعني رجلين two legs يعني رجلين two feet two feet يعني قدمين، القدم اللي هي آخر حاجة الجزء اللي تحت اللي احنا بندوس بيها الأرض. and a beak and a beak beak يعني منقار. يبقى مرة تانية look انظر it's a bird it's a bird إنه طائر. it has إنه يملك two legs two legs رجلين two feet two feet يعني قدمين and a beak and a beak ومنقار. صديقنا هنا بيتكلم عن المونكي أو عن القرد وبيقول the monkey has القرد لديه a face يعني وجه teeth teeth يعني أسنان and big ears and big ears وأذان كبيرة عنده ودانه كبيرة. مرة كمان the monkey has القرد لديه a face وجه teeth أسنان and big ears and big ears وأذان كبيرة. وجايب لنا هنا أصحابي الصورة الخاصة بالمونكي، طبعا هنا الهيد هيد يعني رأس، face face يعني وجه، teeth teeth يعني أسنان، arm arm يعني ذراع، leg leg يعني رجل، وطبعا صورة الطائر. وهنا طبعا بيكلمنا عن أجزاء الطائر leg يعني رجل وfeet feet أقدام head يعني رأس وbeak beak يعني منقار. وصديقنا هنا بيقول I have two legs أنا عندي رجلين I have two legs أنا عندي رجلين اتنين and two feet وقدمين two two يعني أيضا. يبقى مرة تانية I have أنا لدي two legs رجلين and two feet وقدمين two أيضا. وبعدين بيقول I don't have a beak I don't have أنا لا أملك a beak beak يعني منقار I don't have a beak I don't have a beak أنا لا أملك منقار. وبعدين بيقول I have a face and teeth I have أنا لدي a face وجه and teeth teeth وأسنان two two يعني أيضا. مرة كمان I have a face and teeth too. وبكده نكون انهينا البيج دي ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج نمبر 17 أو صفحة رقم 17 وعنوانها listening الاستماع and speaking speaking التحدث. احنا هنستمع وبعدين هنتحدث. I have a head I have a head أنا أملك رأس أنا عندي رأس.
I have أنا أملك a head head يعني رأس. بيزي بي بتقول لنا هنا listen استمع point point وأشر يعني هتشاور and say وقل. يبقى أنت هتسمع وبعدين هتشاور وبعدين هتقول زي ما أنا بقول. هنا صديقتنا بتشاور على رأسها وبتقول head، فأنت شاور على رأسك دلوقتي وقول head 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 مرة كمان head head head. طب هنا صديقتنا بالسهم بيشاور على وجهها ومكتوب face، عايزك تشاور على وجهك وتقول face 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 يعني وجه. مرة كمان face face face. هنا الصورة مكتوب تحت منها كلمة arm، عايزك تفرد عايزك تفرد دراعك قدامك، arm يعني ذراع، وقول arm arm arm. مرة كمان arm arm arm. وفي الصورة دي أصحابي في جاب لنا رجلين اتنين بتوع شخص من الأشخاص، ومكتوب legs legs يعني أرجل، عايزك تنظر على رجليك دلوقتي وتقول legs legs legs. مرة كمان legs legs legs. أما في الصورة دي فجايب لنا صورة قدم، وطبعا هي القدم الواحدة أو الرجل الواحدة اسمها foot foot يعني قدم، عايزك تنظر على قدمك وتقول foot foot foot. مرة كمان foot foot foot. وfoot أو قدم جمعها feet feet يعني أقدام، فانظر على أقدامك الاتنين دلوقتي وقول feet feet feet. one more time أو مرة كمان feet feet feet. وسنة واحدة من أسناننا اسمها tooth tooth يعني سنة، tooth 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 tooth. وجمع كلمة tooth أو سنة هي teeth 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 يعني أسنان، teeth teeth teeth. ودلوقتي أنت تقدر تقول I have a head أنا أملك رأس، I have a face أنا أملك وجه، I have arm أنا عندي ذراع أنا أملك ذراع، I have legs أنا عندي رجلين، I have foot عندي قدم، I have feet عندي أقدام، I have tooth عندي سنة، I have teeth عندي أسنان. وبيزي بي في نمبر 2 هنا بتقول لنا draw and complete، draw يعني ارسم and complete واكمل. ومدينا هنا صورة لجسم فاضي، المفروض ان انت هترسم التفاصيل بتاعته وتخليه شخص عادي، وهتعمل complete للكلام المكتوب تحت الصورة دي. فمكتوب هنا this is me، this is هذا هو me انا، this is me هذا انا، I have two أنا لدي two إيه يا أصحابي؟ ممكن أقول two eyes عندي عينين اتنين، وممكن كمان أكتب هنا ears أذنين اتنين، and ممكن أقول كمان hands أو arms عندي دراعين اتنين. يبقى I have two eyes ears and arms، عندي عينين اتنين عندي أذنين اتنين and وعندي كمان ذراعين اتنين. This is me هذا أنا، I have two eyes ears and arms. وفي point number 2 بيقول I have one، احنا ممكن يكون عندنا one ايه يا أصحابي شاطرين، ممكن يكون عندنا one nose، nose يعني أنف، nose يعني أنف. يبقى I have one nose أنا عندي أنف واحدة، I have one nose. I have many عندي many إيه بقى يا أصحابي، many teeth
تيس يعني أسنان كتيرة. I have many teeth. تيس يعني عندي أسنان كتيرة. وطبعا هنا بيزبي بتفكرنا وبتقول لنا I have a head. أنا عندي رأس. I have teeth. عندي أسنان. I don't have. أنا لا أملك. A beak. A beak يعني منقار. وطبعا head يعني رأس زي ما قلنا من شوية. Face يعني وجه. Arm يعني ذراع. Leg يعني رجل. Foot. Foot يعني قدم. Feet. Feet يعني أقدام. Tooth. Tooth يعني سن واحدة سن. Teeth. Teeth يعني أسنان. والكلمات دي يا أصحابي لازم نكون عارفينها وحافظينها كويس علشان خاطر نعرف نوصف أجزاء جسمنا أو our body parts الأجزاء بتاع جسمنا بشكل سليم. ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكم معايا ونوصل لبيج نمبر 18 أو صفحة رقم 18 وعنوانها Who am I؟ من أنا؟ من أكون؟ وبيزي بي بتقول لنا هنا listen استمع and read and read واقرأ listen and read. فهنا صديقتنا بتقول I am آية. I am آية. أنا آية. أنا اسمي آية. I am a girl. I am a girl يعني أنا بنت. Today اليوم I am a doctor. I am a doctor. أنا طبيبة. مرة كمان I am آية. أنا آية. I am a girl. أنا بنت. Today اليوم I am a doctor. I am a doctor. أنا طبيبة. صديقنا بيقول Hello. أهلا. I am شريف. I am شريف. أنا شريف. I am a boy. I am a boy. يعني أنا ولد. Today اليوم I am an engineer. I am an engineer يعني أنا مهندس. وطبعا يا أصحابي لو تفتكروا أن A و An أدوات النكرة إحنا خدناها السنة اللي فاتت وهنراجع عليها دلوقتي. أي كلمة بتبدأ بحرف من حروف الـ vowels اللي هما الـ A والـ E والـ I والـ O والـ U. مرة كمان A, E, I, O, U دي الحروف بتاعة الـ vowels. أي كلمة بتبدأ بحرف من الحروف الخمسة دول ما ينفعش أقول قبل منها A، بقول an. فلما جيت قلت engineer قلت an engineer، لكن لما جيت أقول doctor قلت a doctor زي ما احنا شايفين قدامنا. وأداة النكرة بتيجي قبل أي كلمة مش واضح التخصص بتاعها، مش واضح الملكية بتاعتها. فهي هنا بتقول I am a doctor. أنا طبيبة. طبيبة إيه؟ محدش يعرف. I am an engineer. أنا مهندس. مهندس إيه؟ مدني ولا معماري ولا إلكترونيات؟ محدش يعرف. فآ وآن أدوات النكرة بيتحدد إحنا هنستخدمهم ولا لأ بناء على أول حرف من حروف الكلمة اللي هتيجي بعد كده. لو كان أول حرف فيها من حروف الفاولز الخمس حروف أو الحروف المتحركة اللي هم الـ A والـ E والـ I والـ O والـ U هنستخدم an. لكن لو هي حرف من حروف الكونسوننت أو الحروف العادية هنستخدم معاها a بشكل عادي ومش هنستخدم an. وفي تاني جزء من البيج دي يا أصحابي بيزي بي بتقول لنا listen and read استمع وبعدين اقرأ. listen استمع and read واقرأ. فعندنا هنا في paragraph أو قطعة صغيرة مكتوبة عنوانها school costume party. costume party يعني حفلة تنكرية. school المدرسة. costume party يعني حفلة المدرسة، الحفلة التنكرية اللي في المدرسة. ويعني ايه حفلة تنكرية يا أصحابي؟ هي حفلة بيروح فيها الناس لابسين هدوم تنكرية بيتنكروا وبيتشبهوا بأشخاص معينين. ممكن واحد يلبس مثلا كأنه كينج أو ملك، ممكن واحد يلبس كأنه مثلا دكتور أو طبيب، ممكن واحد يلبس كأنه أوفيسر أو ضابط، ممكن حد تاني يلبس كأنه إنجينير أو مهندس. حفلة تنكرية بنلبس فيها كوستيوم أو أزياء. الكوستيوم أو الأزياء دي خاصة بحد تاني مش إحنا،
بس احنا بنتنكر في الزي بتاعه. فسكول كوستيوم بارتي او الحفلة التنكرية الخاصة بالمدرسة. ومكتوب هنا good morning, good morning, صباح الخير. I am هاني, I am هاني, أنا هاني. Today, اليوم. We have, نحن لدينا. A costume party, costume party, حفلة تنكرية. At school, في المدرسة. I am a king, أنا ملك. Hannah is a doctor, Hannah طبيبة. أميرة is busy bee, أميرة متنكرة في شكل busy bee. يوسف is a police officer, يوسف لابس زي ضابط شرطة. Who يعني من would you like, أنت تحب to be, أن تكون, أنت تحب تكون مين بقى في الكوستيوم بارتي دي أو في الحفلة التنكرية دي. Who would you like to be, تحب تكون مين, أنت هتتنكر في شكل إيه, فكر معايا. مرة كمان, school costume party, الحفلة التنكرية اللي في المدرسة. Good morning, صباح الخير. I am هاني, أنا هاني. Today, اليوم. We have a costume party at school, حفلة تنكرية at school, في المدرسة. I am a king, أنا ملك. Hannah is a doctor, Hannah لابسة لبس طبيبة, هي دكتور, هي طبيبة دلوقتي. أميرة is busy bee, أميرة busy bee. يوسف is a police officer, يوسف ضابط شرطة. Who would you like to be, who would you like to be, من تحب أن تكون. فطبعا أنت هنا عملت listen, استمعت ليا, وبعدين المفروض أن أنت تعمل read وتقرأها لوحدك مرة تانية. وبيزي بي بتقولك بعد كده complete and say, أكمل وقل. فهنا كل صورة من الصور دي موجود تحت منها هاني is a, وهتكمل وهتقول مثلا هاني بيقولك أنا a king, يبقى هاني is a king, هاني ملك. عايزك تعمل complete وتكتب king وتقول king وانت بتكتب. هانا is a, المفروض ان هي لابسة هدوم ايه وهي عاملة نفسها ايه دلوقتي. شاطرين is a doctor, يبقى هانا is a doctor, هتكتب doctor وهتقول doctor. أميرة is a, أميرة is a, المفروض أميرة هنكتب هنا is a ايه. شاطرين بيزي بي, بيزي بي, أميرة هي بيزي بي في الحفلة التنكرية دي أو في الكوستيوم بارتي دي. ويوسف, يوسف المفروض إن هو إيه, is a. شاطرين police officer, police officer أو ضابط شرطة, فهتكتب هنا police officer وهتقول يوسف is a police officer زي ما أنت شايف قدامك. وبكده نكون انهينا البيج دي وانهينا معاها شرح درس النهاردة. أتمنى تكون استفدت من الدرس. لو أعجبك الفيديو أعمل لايك, أتمنى ألاقي 1000 واحد استفادوا أو 1000 لايك تحت الفيديو. والأهم إنك تشارك الدرس مع أصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب. وخليك متأكد دايما إن في حد غيرك محتاج المعلومة, وهتفرق معاه كتير وإنت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان, وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.